الفقر الافه والشبح الذي يطارد الاذهان كان في الماضي رمزا للبؤس اضحى اليوم مدعاة للغضب واحد عوامل تفجر الثورات ومنها ثوره تشرين في العراق يتساءل احدهم كيف لبلد يعوم على بحر من النفط ومعبئ بالثروات ان يكون اهله بهذا الحال من البؤس والفقر المدقع وأين في المحافظات الجنوبية حيث تدعي الأحزاب أن تلك المناطق حاضنتها الشعبية فإذ بها تعيش تحت خط الفقر فيما يبني حيتان الفساد من الطبقة السياسية إمبراطوريات مالية هائلة تقرير حكومي أعدته وزارة التخطيط كشف أن نسبة الفقر في العراق وصلت حد العشرين بالمئة أي من بين كل خمسة عراقيين هناك واحد يعيش تحت خط الفقر وبصرف النظر عن مصداقية التقرير الذي يعاند إحصائيات أخرى تفوقه بالأرقام فإن اللافت فيه النسب المرتفعة في المحافظات الجنوبية أظهر المسح أعلى نسبة فقر في محافظة المثنى حيث وصل إلى 52% تلتها القادسيه ب 48% ثم ميسان بفرق طفيف وذي قار ب 44% وكانك ترسم خريطه للتظاهرات حيثما حل الفساد وجد الفقر وهناك كانت الثوره. التقرير الحكومي يكشف ولو بجزء بسيط عن حجم الفساد الحكومي وهو يورث للطبقه السياسيه ثروات وينعكس على الشعب فقرا مدقعا ولد غضبا ترجمه العراقيون في تظاهرات متواصله منذ خمسه اشهر لم يستطع الرصاص الحكومي ولا الوعود انهاءها ثروه نفطيه وميزانيات ملياريه وجدت طريقها الى جيوب الفاسدين عبر صفقات ومشاريع وغيرها اخذت من عمر العراقيين وثروتهم وحقهم في العيش الرغيد ما اخذ الباطل من الحق وقد ان للاخير ان يسترد ما فقده وان طال الامد وتجبر الظالم